هنعمل بطاطس مخبوزة بالمشروم. المكونات اللي هنعوزها هتكون تقريبا 6 بطاطس متوسطة الحجم وتكون مشوية بالقشر. الحشوة بقى عندنا قلب البطاطس المشوية، 1 كوب كريمة، 1 كوب جبنة تشيدر، 1 كوب جبنة كريمي، 2 معلقة كبيرة بقدونس، ملح وفلفل، ورشة من جوزة الطيب. الوش هنعوز 2 كبار زبدة، 1 بصل شرايح، 2 كوب مشروم ملح وفلفل، معلقة صغيرة بقدونس، ورشة من جوزة الطيب. يلا بينا. أول حاجة هنعملها خلينا نحط المشروم والبصل على النار. فأول حاجة هنعملها هناخد الزبدة اللي عندنا، خلينا نجهز الوجه بتاع الوصفة بتاعتنا أول حاجة. وعندنا كمان هنستعمل كمان حاجة نعمل فيها ناخد دي أحسن أصغر، هنعمل القلب بتاع البطاطس. هنعمل قلب البطاطس، عايزة أوريكم إزاي هنعملها برضو، لأنها برضو هتدي طعم لذيذ قوي. هي فكرة البطاطس المخبوزة دي كلها لذيذة. خلينا نخلص بس الحاجة واحدة واحدة. هحط نقطة زيت هنا كالعادة علشان الزبدة ما تتحرقش، فبس نقطة زيت كده. ونحط دلوقتي البصل، طيب احنا عملنا ايه بقى هنا؟ شوفوا، جبنا البطاطس حطيناها في ورق فويل وقفلنا عليها، طبعا غسلناها الاول كويس قوي بالمية وبالصابون لانها بالقشر، وبعدين حطيناها جوه الفويل وسبناها في الفرن. طبعا كل بطاطس حسب الحجم بتاعها بتقعد في الفرن. احنا دي حجمها مش كبير قوي، فقعدت تقريبا 45 دقيقة. طيب هنعمل ايه؟ بناخد معلقة صغيرة. هنفرغه ازاي بقى؟ بصوا هنعمله كده يعني مربع زي مستطيل، اسفة، شايفين كده وكده وكده وكده، وبعدين نبتدي نطلع الحتة اللي احنا قطعناها دي. القلب ده انا هاخده، هشيل منه القشرة. اوكي، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناخد البطاطس اللي عندنا دي وهنبتدي بس شوية كده نهرسها. خليني بس عايزه نحمر شويه بس كده البصل قبل ما نحط عليه المشروم. هنقطع بس كده البطاطس شويه، نعملها كده، مش لازم تبقى كريمه، يعني لو عايزينها كريمه بقى بتقدروا تشتغلوا على الهاند بلندر. تمام، ناخد حته من الزبده ونحطها كده هنا. وهنحط دلوقتي المشروم. بس الزبدة تسيح عندنا هزود الكريمة علشان خاطر نعمل القلب بتاع البطاطس. بس ساحة الزبدة كده اهي، تمام. هحط الكريمة، هي يمكن ما تعصش الكريمة كلها، ده كفاية. خلينا نحطها هنا ونخلي الكريمة برضو على جنب عشان ممكن نعوزها. طيب هناخد بقى دلوقتي الأجبان اللي عندنا. عندنا جبنة تشيدر نحطها هنا، عندنا جبنة كريمي برضو هنحطها هنا. أنا مش واخدة الكمية كلها اللي احنا قلنا عليها لأني حاسة إن كمية البطاطس مش كبيرة قوي، فمش هنحط كل اللي قلنا عليه. شوية ملح، رشة فلفل، رشة من جوزة الطيب، شوية بقدونس، وهنحط البطاطس، قلب البطاطس اللي طلع معانا من البطاطس اللي فرغناها، هنحطها كلها. هنقلب بقى الكلام ده مع بعضه كده، ودي كده جهزت عندنا.
اهي زي ما انتوا شايفين. تمام. طيب دلوقتي احنا كله جهز عندنا اهو، ناقص بس ايه؟ ان احنا نحط شوية ملح على المشروم والبصل وشوية فلفل وبرضو رشة من جوزة الطيب، وبرضو بنحط لها شوية بقدونس، شوية بس كده. وزي ما انتوا شايفين كده قفل تجويف، ده هنحط من الخليط اللي عملناه بقلب البطاطس وبالجبنة الكريمي وبالجبنة الشيدر وبشوية بقدونس وبشوية ملح وفلفل ورشة من جوزة الطيب وكريمة. دلوقتي هنروح على البصل والمشروم اللي احنا عملناه.